بصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وخلونا نستعرض دلوقتي مع حضراتكم الجولة المرورية ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي مع الناس اللي بدأت تنزل. ونبدأ جولتنا من الكورنيش، هنلاقي هناك كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد. أما كوبري أكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي هناك كثافات مرورية بسيطة لحد غمرة. أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة برضو لكن بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان كوبري أكتوبر شهد كثافات مرورية للسيارات اللي قادم من الجيزة واخد اتجاه مناطق وسط البلد. في كمان كثافات تانية في الاتجاه العكسي بسبب زيادة أحمال السيارات، ونفس الموضوع للمتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة. ظهرت كمان كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا للدائري. ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين. هنبص وماشيين كمان لحد نفق الملك الصالح بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضة وهناك برضو بعض الكثافات عند كورنيش النيل، وبدأت كمان تزيد عند المظلات والساحل ومنطقة وسط البلد، ودي كثافات طبيعية بسبب زيادة أعداد السيارات في الوقت ده. أما المتجه للكورنيش المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية. هنروح لمحافظة الجيزة وبالتحديد نبدأ من شارع الهرم، في كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وكمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وامبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتزيد مع الاتجاه لجامعة القاهرة. لو رحنا شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. محور 26 يوليو في سيولة مرورية للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. أما الاتجاه الآخر ناخد بالنا أن في تحويلة مرورية على لمحور المهندس شريف إسماعيل والعودة مرة تانية للمحور. هنروح دلوقتي لمحافظة الأليوبية القادم من الزراعي، وبتظهر فيه هناك كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكن أصبحت أقل من المعتاد، وبيشهد كمان الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر في الطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. خلونا نتابع جولتنا المرورية ونروح لحد بورسعيد، هنلاقي هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات النتيجة المعتادة أو الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة وبتبتدي تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح لطرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية فيه كمان كثافات مرورية ومكملة لحد آخر الشارع. خلصت جولتنا المرورية، وخلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفي شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. كمان في نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 26 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في قنا 34 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 22 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.